من خلال البحث ديالي على الامتحانات المتعلقة بأنتيغون، فما لقيتش امتحان رسمي اللي متعلق بالمشهد الأول اللي هو ديال لو برولوغ. لذلك ارتأيت أنني نخدمه على فرد اللي كيهضر على نفس المشهد. السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة الأستاذ الافتراضي وفي أول امتحان متعلق بمسرحية أنتيغون. ملي كنقولوا مسرحيه يعني بزاف ديال الحوايج اللي خصنا ننتبهوا ليهم وكيكونوا مختلفين على الروايات اللي قرينا، فمنها هاد لا ديداسكالي، هاد ثلاثه ديال السطور اللي كتشوفوا واللي كيبانوا لكم ايطاليك، لاطاي ديالهم صغيره، حتى اللون ديالهم كيكون فاتح مقارنه مع النص. الدور ديال هاد لي ديداسكالي هو كيعطينا واحد الفكره على شنو راه واقع في لاسين، كيعطينا فكره على الحركات ديال لي بيرسوناج ورده الفعل وشنو كيديروا فوق الخشبه. فنقراو هاد لاديسكالي. عندنا ان ديكور نوتر، واحد ديكور اللي هو محايد، تخوا بورت سومبلابل، ثلاثه ديال البيبان اللي هما متشابهين، او لوفي دي ريدو، مع مني تهز الريدو هذا اليمون من المسرح، هو داك الريدو اللي كيتفتح واللي كيعني بدايه المسرحيه. Tous les personnages sont en scène. جميع الشخصيات راهم فوق الخشبة. Il bavarde كي يتحدثون، يترتينون. تخيكوت، وهنا نقصد أكثرية أوريديس، المهم دابا نشوفو من بعد. كيخيطو. جو أو كارت، وبعض الشخصيات كتلعب في لي كارت. Le prologue se détache et s'avance. Le prologue هو واحد الشخصية حيدت منهم، يعني كانوا هما مجموعين تنعزلت عليهم، ويل سافونس وتقدم الى الامام باش يهضر بيان سور مع لو بوبليك. ثاني حاجه خصنا ننتبهوا لها اضافه لديداسكالي، هذا الاسم هذا اللي كيكونسونطري. مثلا عندنا لو برولوغ، وهذا المعنى ديالو لو نون دو بيرسوناج، سميه ديال الشخصيه. فهادشي اللي كتشوفوا بقيه النص، فما كنلقاوش شي اسم اخر اللي هو في لو سونتر، فكنفهموا ان هادشي كامل هي لا بارول دو برولوغ، الهضره ديال الشخصيه اللي راها واقفه. في هذه الحاله عندنا لو برولوغ. الدور ديالو عامه في المسرحيه هو غادي يقدم لنا لي بيرسوناج، غادي يقول لنا شكون هما الشخصيات اللي غادي يلعبوا القصه، غايقول لنا على المصير ديال بعض الشخصيات، غيعطينا بعض المواصفات على ايضا هاد الشخصيات، وكذلك واحد المعلومات بعجاله وباختصار على اوديب وعلى الصراع اللي وقع ما بين بولينيس و ايثيوكل والقرار ديال كريون، حيث هاد الاحداث هادو هما اللي كانوا السبب في قصه ديال انتيغون. لو كان ما كانش تقاتلو فراه ما غاديش انتيغون تعترض على القرار ديال كريون، وبالتالي ما تكونش القصه ديال انتيغون. حاجه اخرى خصني نقولها لكم هي ان ملي كتكون الحديث ديال الشخصيه طويل بحال هاد الحاله هادي، كنلاحظوا عندنا 3 باراغراف، فهادي كتسمى تيغاد. تيغاد يعني هي الكلام ديال الشخصيه ولكن كيكون طويل بزاف. الا كان مثلا غير هاد لي دو ليني فهادي كتسمى ريبليك. دونك هنا ما يمكنليش نقولوا ريبليك، فغنقولوا لا تيغاد دو برولوغ ونقراو لا تيغاد. فوالا سي بيرسوناج فون فو جوي ليستوار دانتيغون، هاد الشخصيات غادي يلعبوا لكم القصه ديال انتيغون. انتيغون سي لا بوتيت ميغ كي اسيز لابا. انتيغون هي داك الصغيره الضعيفه اللي جالسه هناك، اي كي نو دي ريان، ولي ما كتقول والو. علاش كيقول هكا لو برولوغ؟ راه في الاول قال تو لي بيرسوناج سون اون سين، راهم كاملين جالسين فوق الخشبه. هي جالسه في واحد لو كوان، في واحد القنت، في واحد الزاويه منعزله وما كتقول والو. ايل روغارد دغوا دوفون تيل، كتشوف بشكل مستقيم قدامها، يعني ما كتلفتش اليمين ولا اليسار، فقط الى الامام. ايل بونس كتفكر. Il pense qu'il va être Antigone tout à l'heure. كتفكر غادي تولي Antigone بعد لحظات. Qu'elle va surgir soudain dans la maigre jeune fille noirode et renfermée. واللي غادي تظهر فجأة في داك الشابة الضعيفة اللي اللون ديالها أسمر داكن، et renfermée كتومة وانطوائية، que personne ne prenait au sérieux dans la famille. اللي حتى شي واحد ما كيتعامل معاها ولا كياخذ الكاركتر ديالها ولا كياخذ الهضره ديالها ولا التصرفات ديالها بجديه في العائله. اي سو دريسي سول اون فاس دي موند، وهاد انتيغون هادي وقفات وحيده في مواجهه العالم، وهنا كنقصدوا العائله ديالها، العم ديالها، جميع الشخصيات اللي كاينين في القصه. سول اون فاس دو كريون، وحيده في مواجهه
كريون. شكون هو كريون؟ سون اونكل، الاخ الخال ديالها، كي لو روا اللي هو الملك. انا هنا باش علاش قلت لكم الخال وما قلت لكمش العم، لان عارفه ان كريون هو الاخ ديال جوكاست. جوكاست هي لا مير بيان سور. il pense qu'il va mourir، كتفكر باللي انها غادي تموت. qu'elle est jeune et qu'elle aussi il aurait bien aimé vivre، كتفكر بانها شابه كان كتمنى ولا كان ما كرهاتش انها تعيش. مي ان يا ريان افير، لكن ما عندها ما دير ولا ما عندنا ما نديرو. il s'appelle antigone، سميتها انتيغون. et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout، وخصها تلعب الدور ديالها الى الاخير. et depuis ce rideau s'est levé، ومنذ ان ارتفع الستار ديال المسرح، il sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismael. فكتحس براسها انها كتبعد بواحد السرعه كبيره اللي كتجيب الدوار كتجيب الدوخه من الاخت ديالها اسمان. كي بافار ايغي افيك ان جون هوم، اللي كتحدث ولا كترتر كتهضر بزاف وكتضحك مع واحد الشاب. اي دو نوتوس، وهنا لو برولوغ ملي قال نوتوس يعني ديال سواء الشخصيات اللي كاينه في المسرحيه ولا حتى ميم لي سبيكتاتور. فكيقول نو كي سوم لا توس ترونكيل، واللي حنايا هنايا كاملين هادئين على روغاردي وكنشوفوا فيها. دو نو كي نافون با ا موغيغ سو سوار. لو جون هوم افيك كي بار لا بلون، الشاب اللي كتهضر معاه لا بلون الشقراء، لا بيل الجميله، لوغوز السعيده، اسمين. دونك هاد المواصفات هادو كاملين كيعودوا على اسمين. دونك سي ايمون، هاد الشاب هذا اللي كتهضر معاه هو ايمون. شكون هو ايمون؟ لو فيس دو كريون، هو الابن ديال كريون. قلنا كريون هو لو روا. الى لو فيونسي دونتيغون، هو الخطيب في نفس الوقت ديال انتيغون. تو لو بورتي فيغ اسمين، كل حاجه فيه ولا كل المواصفات ديال هاد لو جونوم ديال هاد ايمون كتمشي كتميل لاسمين. سون غو دو لا دونس، الذوق ديالو في الرقص. هنا كنعرفوا ان الطبقات البرجوازيه الاوروبيه راه لا دونس عندهم شي حاجه اللي عندها ان غروند فالور. اي دي جو سون غو دو بونور اي دو لا ريوسيت، الذوق ديالو في السعاده ولا الاختيارات ديالو السعاده والنجاح. سا سونسواليتي اوسي، حتى الاحاسيس ولا الرغبات ديال ايمو كتمشي كلها فيغ اسمين، الاختيارات ديالو كلها كتمشي مع اسمين. كار اسمين اي بيان بلو بيل كونتيغون، حيت اسمين اكثر جمالا من انتيغون. وهنا كنلاحظوا بلو كو، فراه قلت لكم ملي تلقاو هاد الاداه يعني عندنا ان كومباريزون، والاداه هي بلو كو. اي بوي ان سوار، ثم في واحد المساء، ان سوال دو بال، واحد الليله ديال الرقص. قلت لكم ان لا دونس عندهم شي حاجه مهمه. و ان افي دونسي كافيك اسمين، اللي رقص فقط غير مع اسمين. ان سوار او اسمين افي ايتي ايبلويسونت، واحد المساء اللي كانت اسمين فاتنه بزاف يعني زوينه بزاف. دونس ان نوفيل رو، الكسوه ديالها الجديده. الى ايتي تروفي انتيغون كي ريفي دون ان كوان، اللي لقى انتيغون كتحلم في واحد الزاويه. كومون سو مومون سي برا اونتورون سي جونو، اليدين ديالو كيحيطو بالركبتين، وهنا كيقصد انه بحال اللي نزل عندها. اي لويا دوموندي دتخو سا فام، وطلب منها انها تولي الزوجه ديالو. بيرسون نا جامي كومبري بوركوا، حتى واحد ما عرف علاش، لان نورمالمون كان كيشطح مع اسمين كلشي. اي حاجه فيه كتميل لاسمين، ولكن هو بورتون مشى طلب اليد ديال انتيغون. Antigone a levé son étonnement ses yeux graves sur lui. Il lui a dit oui avec un petit sourire triste. Antigone هزات عينيها بدون اندهاش وشافت فيه وقالت له نعم بواحد الابتسامه اللي هي حزينه. نقدروا نقولوا سوغيغ تريست، فهي ان اوكسيمو. علاش؟ لان عندنا جوكستابوزيسيون ديال واحد لي دو تيرم اللي هما اوبوزي. سوغيغ عنده علاقه بالبونور، وتريست عنده علاقه بلا تريستيس. فهادو دو شون ليكسيكول اللي هما اوبوزي. لوركستر اتاكي اون نوفيل دانس، ولوركستر بدا واحد الرقصه جديده. اسمين غيي او زيكلا، بقات كضحك اسمين بالصوره لابا هناك. او ميليو دي زوتر غارسون، في وسط الشباب الاخرين. اي فوالا مانتونون لوي
elle allait être le mari d'Antigone. Ou d'abord, elle يكون الزوج ديال أنتيغون. هنا كنقصدو هاد إيل فهي كتعود على إيمون. Donc, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. هو ما كانش عارف أنه ما خصش يكون ولا ما خصش يتواجد زوج الأنتيغون sur cette terre, على هذه الأرض. Et que ce titre princier lui donnait, ou أن هذا الاسم ديال الأمير أعطاه فقط, lui donnait seulement le droit de mourir. فأعطاه الحق فقط أنه يموت. فمن خلال هاد الفقرة غنفهمو أن أيضا إيمون غادي يموت. عندنا دابا جوج شخصيات اللي غادي يموتو من خلال لو برولوغ. عندنا أنتيغون و إيمون. سيت أوم روبوست, هذا الرجل قوي البنية أو شوفو بلون والشعر ديالو أبيض, كي ميديت لا اللي كيتأمل هناك بخي دو سون باج بجانب لو باج, هو واحد بحال خادم صغير. وهذا الرجل هذا هو كخيون, سي لو روا, هو الملك. إلا دي غيد, عنده تجاعيد. إلا فاتيغي, هو تعبان بزاف. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes, كيلعب واحد اللعبة ولا واحد الدور صعيب أنه يسوق الرجال, يعني أنه يحكم المدينة. سابقا دي طون دو ديب, من الوقت ديال أوديب, كونت إل نيتي كو لو بخوميي بيرسوناج دو لا كور, اللي كان فقط نقدروا نقولوا بحال اللي قاضي ولا. Il aimait la musique, كان كيبغي بزاف الموسيقى, لي بيل غولور, يعني داك الطيات ولا داك الأغلفة ديال الكتب. لي لونغ فلانغيشي لي بوتي أونتيكار دو تيف, كان كيبغي أيضا لي بروموناد ولا المساريات الطويلة اللي كانوا عند بائعي التحف في تيف. مي أوديب إي سي فيس سون مور, لكن أوديب والأبناء ديالو ماتو. إلا ليسي سي ليفغ سي زوبجي. Il a retroussé ses manches, بحال كيف كتشوفوا في الصوره, et il a pris leur place, وخدا المكان ديالهم, يعني تولى الحكم وتخلى كاع على داكشي اللي كان كيبغي في سبيل انه يدير المهمه ديالو على اكمل وجه. دونك هنا تسالى لو تيكست. فبيان سور هذا ماشي لو برولوغ كامل, هذا اون بارتي دو دو برولوغ. نمشيو لي كيسيون دو ليكري ولا لي كيسيون دو كومبريونسيون. فاول سؤال عندنا, كومبليتي لو تابلو سويفون, انك مطلوب انك تعمر هذا لو طابلو ولا تكملو. كومبليتي هي اتمم. في الجدول مطلوب منك لو تيتغ دو لوفغ, المعنى ديالو عنوان المؤلف, سون اوتور الكاتب ديالو, ولا تقدروا تلقاو لو دراماتورج, يعني الكاتب المسرحيه. تلقاو ايضا سيناريست, فممكن تحطوا هما كاملين المعنى ديالهم الاسم ديال الكاتب اللي كتب هذه المسرحيه. دات دو باريسيون, تاريخ الظهور ديال هاد المسرحيه. تقدروا تلقاو في امتحان اخر دات دو ميزون سين, يعني لا دات التاريخ اللي تلعبات فيها اول مره, حيت كنعرفوا ان هذه مسرحيه ماشي مؤلف اللي غادي يخرج, فهي كتلعب شي مره قبل ما انها تخرج على شكل كتاب. لو كان مقصود الكتاب غادي يقولوا دات دو بوبليكاسيون. هنا كنلاحظوا في اخر خانه عندنا سون اوتور اوريجينال, الكاتب الاصلي. كنعرفوا ان اونتيغون هي جوست ان ريكريتور دواحد المسرحيه قديمه, فخصكم تعطوني الاسم ديال اللي كتب المسرحيه القديمه. السؤال الثاني, اكل جونغ ليتيرير ابارتيان سو تيكست, الى اي نوع ديال المؤلف لو جونغ ليتيرير كينتمي هذا النص. سيتي دو كاركتيرستيك دو سو جونغ, من خلال النص غتعطيني المميزات ديال هذا لو جونغ. نكتب لكم هنا المميزات باش تعقلوا عليها. expliquer le concept de la bienséance, غادي تشرح لينا لو كونسيبت دو بيانسيونس. انا هنا هذا السؤال هذا يقدر ما يتحطش, ولكن كنفضلوا اننا نطرقوا ليه في التصحيح. فحاولوا تقلبوا شنو المعنى ديال بيانسيونس وعلاقتها بهذا لو جونغ ليتيرير. السؤال الرابع, كي بارل, شكون اللي كيهضر, كي لي سون رول, وشنو هو الدور ديالو في المسرحيه. غنكتب لكم ايضا هنا الدور باش تعقلوا عليها, لان هذه كلمات خاصه بالمسرح فضروري تعقلوا عليهم. كيل سون لي بروتاغونيست دو لا بيس, شكون هما ديال هاد المسرحيه. لا بيس المقصود بها المسرحيه. كيليان دو بارونتي لي زونيتيل, شنو هو العلاقه الاسريه اللي كتربطهم. كيل ديستان ايتيل انونسي بور انتيغون, شنو هو القدر اللي تعطى الانتيغون. ايمون اي اوريديس,
دابا هنا كنظن من خلال القراءة ديالكم العامة هاد الأجوبة هاد الشيء هذا ما كاينينش في النص، فخص الجواب تجيبوه من المعرفة ديالكم بلغة. دونك شنو هو القدر اللي تعطى الأنتيغون الأيمون أو أوغيديس؟ سيتي أن شون ليكسيكال بوغ جوستيفيي فوتخ ريبونس، أعطيني واحد الحقل دلالي باش تعلل الإجابة ديالك. كيل لا توناليتي دومينونت دون سو تيكست، ولا اللي كنسميوها لو روجيستر. قال لك شنو هو لا توناليتي، التاثير ديال النص اللي غالب في هذا النص هذا ولا في هذا المقطع. شوازيسي لا بون ريبونس، هنا غتختار واش باتيتيك ليريك ولا تراجيك. نرجعوا للسؤال اللي كيكون قبل، هنا مطلوب منك لو شون ليكسيكال، فهو في الاصل هو تسهيل لهذا السؤال الموالي. إلا كان عندنا في لو شون ليكسيكال مثلا لقينا ليكسبرسيون دي سونتيمون دامور دو بونور دو تريستيس، المهم اون جينيرال ليكسبرسيون دو سونتيمون، غيكون عندنا ليريك، لان ليريك هي ملي كنلقاو النص فيه احاسيس بزاف، فيه التعبير عن الاحاسيس. إلا لقينا لو شون ليكسيكال مثلا فيه المعاناة فهذا لو روجيستر باتيتيك. شنو هو لو روجيستر باتيتيك ولا لا توناليتي باتيتيك؟ هو ملي كيكون الكاتب كيستعمل واحد الحقل دلالي ديال المعاناة ولا ديال الضعف ولا ديال الحزن العميق الخوف الشديد باش انه يأثر على القارئ، فهذا كيتسمى لو روجيستر باتيتيك. كنلاحظوها بزاف لو ديرني جور دان كونداني، علاش؟ لان تما كيحاول الكاتب انه يقنع القارئ عن طريق إثارة الشفقة ديالو باش يبقى فينا داك لو كونداني ونتعاطفوا معاه، وبالتالي ناديو حتى حنايا إزالة لا بين دو مور بلابوليسيون دو لا بين دو مور. إلا لقينا أن شون ليكسيكال اللي هو مرتبط بلا مور الموت، بلا فيبليس الضعف، بلا فاتاليتي، فهذا كيعني تراجيك، تراجيك مأساوي. إذا الجواب ديال اللي غادي تلقاوه هنايا هو اللي غادي يساعدكم تعطوني الجواب الصحيح في السؤال رقم 7. نمروا للسؤال رقم 8، غوبيري اون فراز كونتونون اون كومباريزون. كنظن سهلت عليكم هذا الجواب. غوبيري هي استخرج، بالنسبه للناس اللي ما كتقدرش تفهم الاسئله، فغوبيري هي استخرج هنا اون فراز جمله كونتونون يعني تحتوي على اون كومباريزون. كومبليتي لو تيكست سويفون بار لي مون كي كونفيان، هذا السؤال رقم 9. كمل ليا النص بالكلمات الملائمه، كونفيان هي الملائمه. لاحظوا بالنسبه لهذا النوع ديال الاسئله هذا فما كيكونش في الامتحان، ولكن حنا غير درءا للخطر ونديروا الاحتياط ديالنا فنخدموا هذا السؤال هذا ايضا. انتيغون ابارتيان او ليجوند، انتيغون كتنتمي للاساطير، ليجوند هي اساطير. اتاشي اللي مرتبطه بلا في دو، وغتقولوا لي شنو هي المدينه اللي مرتبطه بها. الي لا في دو، غادي تقولوا لي بنت من اي دو، ثم غتشوفوا شنو غادي باش غتعمروا هاد الفراغات. انتيغون اي لا سور دو، انتيغون هي الاخت ديال. هنا كنلاحظوا عندنا ثلاثه ديال الفراغات، يعني ثلاثه ديال الاخوه اللي غادي ديروا الاسماء ديالهم هنا. اوديب سي كروفي، دونك غادي تكتبوا هنايا الجواب ديالكم. اون ديكوفرون كيلا، من اكتشف انه، غتقولوا شنو اكتشف. سون بير اي ا شي فعل هنا باش نسهل عليكم، لان باش غتعرفوا راسكم غديروا فعل هنا. عندنا هنا ا لوكسيليار يعني بحال لي باسي كومبوزي، دونك سا جو كاست. لي فري بارون دو ليب سون، الابوين الحقيقيين لاوديب هما، وغتقولوا السميه ديال الابوين الحقيقيين. نعاود ناكد لكم هذا النوع ديال الاسئله غالبا ما كيكونش في الامتحان، ولكن غير نتعودوا، منها نتعودوا على التمرين، منها نتعودوا على الكتابه وعلى الافكار. وهذه المعلومات خصها تكون عندنا في العقل ديالنا، حيت يقدر يتحط سؤال بطريقه غير بطريقه اخرى. سؤال رقم 10، على لوميير دو فوتر ليكتور دو لا بيس، من خلال قراءتك للمسرحيه، ايتفو اون اكور او اون ديزاكور افيك انتيغون دون سون بروجي، واش انت متفق ولا غير متفق مع انتيغون في المخطط ديالها ولا في المشروع ديالها ولا داكشي اللي ناويه دير؟ جوستيفي لي ريزون دو فوتر شوا، جوستيفي هي علل، دونك علل الاسباب. هنا لي ريزون المعنى ديالها الاسباب ديال الاختيار ديالك، سي تادير ارغيمونتي دون لي ارغيمون. دابا انا شرحت لكم الاسئله، ما بقى لكم الا تجاوبوا، حاولوا تمرنوا على الاسئله، واخا يبانوا لكم هاد لي كيسيون بانال، ولكن استفدوا، كل ما تدربتوا اكثر غادي يفيدكم في الامتحان.